أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أعلنت شركة المخازن العمومية الكويتية أن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعنها في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا، مضيفة أن اللجنة أعلنت إلغاء الحكم الأصلي الصادر في عام 2021 جزئيا، ما سيتيح لها الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة التحكيم من جديد. وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 دعوى أقامتها الشركة الكويتية لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق، كما أمرت الهيئة حينها الشركة بدفع أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية. أصدرت المديرية العامة لأسايش السليمانية 5 قرارات ملزمة للمتعاملين بالعملات الأجنبية، محذرة من التعامل بالعملة الإلكترونية بأي شكل من الأشكال. وبحسب كتاب صادر عن المديرية، فإن القرارات نصت على عدم التمييز في سعر الصرف بين الدولارات القديمة والجديدة وكذلك العملات الممزقة والمهمشة بالكامل، مشددة على استلام الحوالات المالية من قبل الشخص الوارد اسمه في الحوالة نفسها وليس وكيلا عنه. كشف مسؤول إيراني أن حجم التجارة غير النفطية بين إيران و15 دولة أخرى مجاورة بلغت قيمتها 50 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشر الماضية من العام الجاري الذي ينتهي في 20 مارس المقبل، مضيفا أن العراق احتل المركز الأول في صادرات إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة الإيرانية روح الله لطيفي، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران و15 دولة مجاورة بقيمة 50 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الجاري، والتي رافقها نمو بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي المنصرم. ارتفعت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن. وصلت بيتكوين أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية لسلسلة مكاسب لترتفع بنسبة 140% تقريبا خلال 11 شهرا فقط، ووصلت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين، وتحديدا منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2021 لتصل بذلك لمستوى يقارب 49 ألف دولار. وفقا لشركة بيانات العملات المشفرة كوين ماركت كاب، في هذه الأثناء اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين نحو 9 مليارات دولار أمريكي حتى يوم الخميس وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار العملة المشفرة. أما لا نتابع أسعار العملات.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.